أهلا بحضراتكم في هذا الخبر العاجل، بأن يمكن يومين الناس كلها في انتظار قرارات البنك المركزي واجتماع لجنة السياسات النقدية وما ستخرج به من قرارات. الآن وصل إلينا وإلى كل وسائل الإعلام قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ونصه كالتالي: قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 20 نقطة أساس، أي بنسبة 2% ليصل إلى 11.25% و 12.25% و 11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%. إذن القرار الرئيسي الصادر عن لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري هو رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%. طبعا هذا الخبر كان كتير من الناس بيتوقعه، وآخرين كانوا متوقعين غير هذا السيناريو، لكن على كل الأحوال هذا هو القرار الصادر من البنك المركزي المصري، وهو بالتأكيد جزء من مشهد أوسع وأشمل في العالم كله، كلنا متابعينه خلال الفترة اللي فاتت من يوم رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الدولار. طبعا بيان البنك المركزي فيه تفاصيل كثيرة وشرح لنقاط كثيرة تخص هذا القرار وما سبقه وما سيتلوه من أحداث، ولكن يهمني هنا أن أقول لحضراتكم من النقطة الأخيرة في هذا القرار أنه البنك المركزي بيقول: وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. يعني البنك المركزي بيتعهد للناس أنه استقرار الأسعار مسؤولية سيتحملها، وأنه هيتخذ في سبيل ذلك كل القرارات النقدية أو الإجراءات النقدية اللازمة لذلك. على كل الأحوال هذا هو القرار، هنشرح كتير من تفاصيل البيان، لكن خلونا ناخد معانا على الهاتف الأستاذة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية وخبيرة أسواق المال. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بمشاهدي اليوم السابع. أهلا بك، وعايزين نعرف رد فعل أولي لحضرتك كخبير اقتصادي عن هذا القرار. طبعا أنا فوجئت زي جمهور يعني المتلقيين للخبر برفع أسعار الفايدة بهذه النسبة. أنا كنت أتوقع أن هي تكون نسبة أقل من كده، يا 1% إما تثبيت بسبب يعني اهتمام البنك المركزي بسياسة التيسير النقدي وبدعم العديد من الأنشطة زي النشاط العقاري والنشاط السياحي، وكمان أنه هو قام مسبقا يعني السماح للبنوك الوطنية بإصدار شهادة ادخار ب 18% لمدة عام، فكنت مستبعدة أن يتم الرفع بهذه النسبة. ولكن طبعا زي ما حضرتك ذكرت العديد من الإجراءات تحدث عنها البنك المركزي تعلق بالتضخم، تعلق بالآثار الإغلاق لكوفيد 19، وتتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، هو ما دعاه إلى رفع أسعار الفايدة بهذه النسبة في الفترة الحالية. طيب حضرتك بتتوقعي رد الفعل في السوق المصري سواء السوق النقدي السوق المالي أو السوق الاقتصادي هيكون شكله إيه؟ طبعا بالنسبه للبورصه، لا كانت تلقت الصدمه مسبقا وخرجت منها كل الاستثمارات اللي هي ما يعني بتخاف من المخاطره، واتجهت الى شهاده الادخار 18%، حتى انه يبقى بقى معدلات التغطيه لهذه الشهاده وصلت لاكثر من 650 مليار جنيه. طبعا اثر على تداولات البورصه اللي خلت التداولات ما بتكترش في اليوم عن 600 مليون التداولات الفعليه، اما التداولات الاجماليه بسبب المتعاملين الرئيسيين فممكن توصل لاكثر من ذلك، والمتواجد في البورصه هو عميل البورصه اللي بيؤاد التواجد والاستثمار في الاسهم. ده بالنسبه لسوق المال بالنسبه للبورصه. بالنسبه طبعا لاسعار السلع والخدمات، طبعا لا مش هتتاثر الفتره الحاليه، لانها بالفعل التجار رفعوا السعر وقال لك على حسب ارتفاع الدولار وقوموا الدولار ب 22 جنيه مصري، على الرغم من ان البنك المركزي واحتياطي النقد الاجنبي في زياده مستمره واحتياطي الذهب، الا ان طبعا اللي بيرتفع من الاسعار ما بينخفضش تاني، وبتحاول الدوله كبح جماح ارتفاع الاسعار عن طريق توفر المنافذ البيع
سواء جهاز الخدمة الوطنية سواء المجمعات الاشتراكية لتوفير السلع للمستهلك بأسعار مناسبة. يعني حضرتك شايفة انه هذا القرار يعني مش منتظر انه يحصل بسبب ارتفاع اسعار او موجة ارتفاع اسعار على الاقل على المدى القريب، وده امر جيد؟ لا. يعني صعب جدا، ولكن هيكيد بقى في ايه، ان هو هيكبح من جماح التضخم نوعا ما وهيجازي اصحاب المدخرات، لان طبعا لما حسب انا هستاذنك، انا يعني هاجي مع حضرتك الى المرجو او المرغوب من هذا القرار والايجابيات المنتظره منه حسب يعني ما تخطط لجنه السياسات النقديه في البنك المركزي ونشرحها، لكن قبل ده انا عايز من حضرتك انك تربطي لي هذا المشهد وهذا القرار بما يحدث في كل دول العالم وكلنا شفناه وتابعناه خلال الايام الماضيه. طبعا احنا شفنا بسبب رفع الفدرالي الامريكي لاسعار الفايده مرتين متواليتين، على فكره دول مرتين من 6 مرات، متبقي لنا 4 مرات لرفع اسعار الفايده كما اعلن يعني محافظ الفدرالي الامريكي في نهايه العام الماضي، انه هيتم الرفع 6 مرات مع تطبيق سياسه تشدديه وبيع العديد من الاصول، وده اللي اثر على الاسواق العالميه وخلى كمان الاسواق الخليجيه والمركزيات في دول الخليج تبتدي ان هي برضو ترفع اسعار الفايده تخوفا من قرب الاستثمارات الاجنبيه والتوجه الى سندات الخزانه الامريكيه اللي ابتدت في اعلى عائد بسبب رفع اسعار الفايده. ولكن طبعا في منطقه الخليج معدلات الرفع ترتبط بالفدرالي الامريكي بسبب ارتباط العمله بالدولار، بسبب ارتباط العمله بالنفط، وده طبعا متعارف عليه في منطقه الخليج وبيختلف على فكره من دوله خليجيه الى دوله اخرى على حسب الارتباط بالنفط كنطاط اساسي لدعم السياسه النقديه. طيب في جزء مهم خاص بالتضخم وحضرتك ذكرتيه، انه مصر على مدار السنوات اللي فاتت كانت وفقا لسياسات البنك المركزي والموازنه الماليه للدوله والقرارات الاقتصاديه اللي بتتم في انخفاض مستمر وكان انخفاض جيد. هل اللي حصل في سواء على مستوى ازمه كورونا او على مستوى ازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه ده اضر بحاله التضخم في مصر وبالتالي يجب ان يكون هناك معالجه اخرى من البنك المركزي زي اللي احنا بنشوفها حاليا؟ بص، هو في ظل جائحة كورونا كان معدلات التضخم في انخفاض مستمر بسبب اعتمادنا على المنتج المحلي واعتمادنا على يعني الأغذية محليا وانخفاض أسعار الطاقة بسبب لكن بعد انتهاء الأزمة كان في إقبال كبير على الشراء وبالتالي برضو واللي زود كمان من الأزمة الأوكرانية الأخيرة اللي رفعت سعر سلاسل الإمداد وأثرت بالسلب على ارتفاع أسعار النفط وأثرت كمان بالسلب على ارتفاع الأغذية، لأنها الأزمة الحالية هي أزمة سلاسل الإمداد وأزمة غذاء. طبعا إحنا عندنا في طرف من سلاسل الإمداد وهو الغاز عاملين فيه طفرات جيدة، عندنا الحمد لله وفرة في السلع الحصادات الزراعية وفي ما يتعلق بالغذاء، ولكن كان التأثر الوحيد هو موضوع القمح، ولكن عرفت الدولة أن هي تسيطر على سعر القمح ومشتقاته في الفترة الأخيرة بالزراعة والاهتمام بالحاصلة الزراعية الناتجة عن منطقة دوشك. طب لو تحدثنا على مستوى التعامل الشعب وتعامل المواطن مع هذا القرار، النصيحة اللي حضرتك بتقوليها للي بيتابعونا ولكل المصريين علشان يتعاملوا مع هذه القرارات بالشكل الأمثل في حياتهم على المستوى الشخصي؟ طبعا لا، لو حضرتك بتتكلم عن التضخم انا ممكن اسيطر على ارتفاع الاسعار بان انا ما يتمش الاستهلاك. يعني ايه؟ يعني استنى لغايه ما سعر السلع يبتدي ينخفض او يبتدي يظبط سعره في السوق بسبب زياده العرض، وابتدي ان انا اكون احتياجي وابتدي ان انا اتعامل مع الازمه بحرفيه اكبر. وجهت السيوله بتاعتي للتعامل في ذروه الازمه، يعني ابتدي ان انا اخفض من الكميه اللي انا بستهلكها عشان اتجنب ان انا يعني تتاثر السيوله المتواجده معايا في انخفاض قيمتها الشرائيه. ولما بيحصل انخفاض في سعر السلع بسبب عدم الاقبال عليها وبسبب انخفاض الطلب، عاده بينخفض سعرها وابتدي ان انا اشتريها على السعر اللي انا شايفه بالنسبه لي ان هو يعتبر سعر عادل متوافق مع السعر السائد في السوق، واكون احتياجي لسداد يعني والتوجه الى الاستهلاك البديل في نفس الوقت. طب وعلى مستوى الادخار، الطريقه الامثل للادخار في الفتره الحاليه؟
احنا عارفين طبعا ان هو رفع اسعار الفايده هو الغرض منه كبح التضخم عن طريق سحب السيوله من ايد المواطنين وتواجدها في الناحيه الادخاريه، ولكن برضه لازم نحط في اعتبارنا ان الادخار لما بيوصل الى مرحله بيؤدي الى ركود، والركود ده لان ما بيبقاش فيه دوره يعني النقديه او الكاش فلو اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو بيسبب الانتعاش، وبيبتدي بقى الدوله بتخش في نوع من التباطؤ النمو الاقتصادي. طبعا احنا مش عايزين نوصل لهذا هذه المرحلة، وبإذن الله شايفين أن الدولة هتستطيع مواجهة تلك الأزمة زي ما واجهت أزمات سابقة وإذا تتعامل معها باحترافية. وأنا أتوقع في الفترة القادمة أن هو ما يكونش رفع معادلات الفايدة مستمر كما ينتهج الفدرالي الأمريكي، ويتم التوقف عند يعني نسبة معينة. أي نعم طبعا رفع أسعار الفايدة مفيد جدا للقطاع العائلي اللي هو لا يتداول في أي بدائل استثمار، ولكن مضر لباقي قطاعات الدولة اللي هي بتعتمد على خفض أسعار الفايدة لخفض تكلفة التشغيل لتواجد ميزات تنافسية لديها لدعم نشاطها سواء في الداخل أو في الخارج. حضرتك بتتوقع أنه يكون في قرارات تلي هذا القرار من البنك المركزي على مستوى الهيئات الاقتصادية والهيئات المالية، ولا هو هنقف عند هذه النقطة والسوق يتعامل مع الوضع؟ بص بقى، هو بالنسبة للبنك المركزي دلوقتي بقى صعب جدا التكهن والتنبؤ بسلوكياته القادمة، ودينا مرتين فشلنا في تحديث سياساته هل هيتم. وأعتقد على مستوى الإدارة ده جيد يا فندم، إنه ما ينفعش تكون عندك توقع كامل لسياسات نقدية، لأنه ده ممكن يعمل على متغيرات كتيرة جدا وبيعتمد على ملاحظة العديد من السلوكيات الاقتصادية المتواجدة في الدولة. ممكن بيكون بنتابع ملف أو ملفين، لا طبعا رؤية البنك المركزي هي أكثر شمولا، ولكن برضه تتوقع في الفترة القادمة أنه هو ما يتجهش إلى السير على نهج الفدرالي الأمريكي في الرفع المستمر، وحتى لو تم الرفع مش هيبقى بالنسبة الكبيرة دي. ولكن برضه خلي بالك أن احنا كان في فترة من الفترات عندنا كان سعر الفايدة مرتفع جدا يعني كان الوطن لغايه 20%، وفي بعض الجلسات تم الخفض فيها بنسب جذريه تتفوق 3% و3.5%. فطبعا سياسات البنك المركزي زي ما حضرتك بتقول هي معتمده على العديد من المدخلات والعديد من البيانات اللي بيتم تشغيلها للوصول الى القرار اللي هو الانسب للوضع الاقتصادي المتعلق بالدوله. اخر سؤال اللي عايز اطرحه على حضرتك هو السؤال الشعبي، وهو السؤال الشعبي المتكرر، وهو السؤال الشعبي اللي حتى لما بيترد عليه من خبراء وفي وسائل الإعلام بيظل يتردد. فأنا عايز برضو من حضرتك رد ومزيد من التوضيح. ممكن يكون حد بيتفرج علينا دلوقتي وأعتقد أنه أكيد في التعليقات هنلاقي الجملة دي، أنا مالي يعني، أنا ليه حد يعطس في أمريكا ولا في الهند ولا في الصين فأنا أتأثر. فبرضو اقتصاديا وماليا عايزين نشرح للناس تأثير ده وإزاي هذه الدورة بتتم. بس بقى هو انا ملاحظه ان هو من تبعين الشيء يعني اليوم السابع ناس يعني عايزه تفهم اكتر، يعني بمنتهى البساطه كده العالم كله بقى عباره عن قريه صغيره مرتبطه قراراتها ببعض، وعارفين ان امريكا دي هي القوه العظمى الاقتصاديه، واي تحركات فيها لازم بتؤثر على سياسات المنطقه ككل وقراراتها، وما نقدرش ان احنا نعيش بمعزل عن القرارات اللي بتتخذها الولايات المتحده الامريكيه في ظل تضخم وفي ظل يعني تغيرات اقتصاديه وسياسيه حاليه بتؤثر بالسلب على اقتصادات العالم، وكمان يعني في شبه عدم يعني استقرار بسبب وجود يعني المنطقه في التوترات المتواجده ما بين روسيا واوكرانيا اللي مأثره طبعا على اتجاهات وتقليلات الاقتصاديه والتقليلات السياسيه، اللي احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نبقى بمعزل عن تلك الـ يعني التوترات، وبنحاول كمان نركز داخليا اكثر لدعم الاقتصاد المصري اللي هو عنده خطه قويه للنمو وبتنبع من طبعا الاعتماد على الموارد الداخليه، وبتعتمد كمان مع الرؤيه السياسيه للقياده السياسيه للنهضه الشامله للجمهوريه الجديده. طيب هعيد نفس السؤال على حضرتك لكن بطريقه عكسيه. لو البنك المركزي لو لم يتعاطى البنك المركزي مع هذه المتغيرات في العالم والقرارات الماليه والنقديه في كل دول العالم، وقرر ان هو لا احنا مش هنتعامل مع هذه القرارات، هنحافظ على سعر الفايدة زي ما هو، هنحافظ على سعر الصرف زي ما هو، مش هنتحرك في اي اتجاه، ده اقتصاديا بيبقى تأثيره ايه ونتيجته ايه؟
بص هو كان ممكن يوصل الكلام دوت في حالة ان هو لو كان في تدفق استثمارات عربية قوية في يعني ما بين الدول العربية. احنا بوضعنا الحالي يا فندم بحجم احتياطنا النقد الحالي بحجم استثماراتنا الحالية كان هيقدر ان هو يثبت اسعار الفايدة مع طبعا زيادة احتياط النقد الاجنبي مع استخدام استثمارات اجنبية جديدة. دينا شفنا كمان لكن احنا مؤخرا شفنا أزمة الأموال الساخنة الهوت ماني وتخارج كميات كبيرة يمكن 20 مليار دولار لو رقم صحيح من السوق المصري, وده كان نتيجة عدم التعامل السريع مع هذه الأزمات. تمام, بس برضو ايه هنرجع نقول تاني الأموال الساخنة دي دايما بتدور على الفرص الاستثمارية الأكثر تحركا والأكثر دورانا. هما برضو ايه بيخرجوا وبيخشوا تاني. انت عندك في الفترة القادمة يعني قدرت ان انت تجلب أكثر من 12 مليار دولار استثمارات في شراء حصص من شركات قائمة متواجدة في البورصة من قبل دي عالمية. فأنت كان ممكن أن أنت يعني تبقى بمنأى عن رفع أسعار الفايدة عن ما تتجه إليه الأسواق العالمية, ولكن التضخم المستورد من الخارج, عارف لو كان تضخم داخلي ممكن تسيطر عليه داخليا كنت هقول لك أن أنت من السهل عليك اتخاذ قرار داخلي بيختلف عن القرارات العالم الخارج, ولكن هو تضخم قادم من الخارج بسبب طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية بعد الأزمة كورونا, وبسبب طبعا ارتفاع تضخم حتى أن وصل في بعض دول العالم إلى أعلى معدلات تضخم من 4 عقود سابقة. ده غير إنه دول أقوى من مصر اقتصاديا ويعني رصيدها من العملات الأجنبية أقوى, وكانت هي كمان مضطرة إن هي تتعامل. هي طبعا يعني عارمة متواجدة في العالم كله, بنحاول نتعامل معها باحترافية لحماية المقدرات المالية الوطنية ولكمان لدعم المواطن لإن هو يعيش حياة فيها نوع من الاستقرار وهو ما يبقاش فيها نوع من انخفاض يعني قيمة الشرائية للنقود. إن ده بيأثر على المواطن وبيأثر على نفسيته بالسلب وبيأثر كمان على ميزانية الأسرة وعلى قدرتها على تحمل التبعات اللي يعني بتواجهها. معلش كنت قلت لحضرتك إنه ده آخر سؤال, لكن في التعليقات ناس كتير بتسأل على مصير سعر الصرف, سعر صرف الدولار الأمريكي, هل بتتوقعي أي تغير؟ بص انا متوقع ان الفتره القادمه بقى فيه مزيد من انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري, وده اهتمام الدوله بتكوين احتياطي قوي من الذهب, احتياطي قوي من النقد الاجنبي, دعم يعني نشاطات الاستثمار, وكمان السيطره القويه على المضاربه في الذهب من قبل المتعاملين والمضاربين وتحولهم الى بدائل استثماريه اخرى من خلال اتاحه بدائل استثمار عشان ما يبقاش الدولار في ايد المتعامل على انه سلعه, ويروح الدولار مره اخرى لانه اداه لتمويل احتياجه في الوقت المناسب دون اللجوء الى احتفاظ بيه بغرض المضاربه اللي دي بتضر بالاقتصاد الوطني ضرر كامل. وبرضو عندنا حاجه مهمه جدا, احنا ما بنتعاملش بالدولار في معاملاتنا اليوميه في الفنادق ولا في الانشطه بتاعتنا, بعكس دول اخرى ادت قوه للدولار من داخل دولها, وشايفين برضو في اتجاه عربي وفي اتجاه للتحول الى التعامل باليوان الصيني, التعامل بالروبي. بس استاذن حضرتك عشان اخد عنوان لانه انت مش عارفه حجم الاسئله اللي بتيجي على موضوع الدولار, فعايز بس أكد للناس إنه إجابة حضرتك الواضحة, بتتوقعي إنه إن شاء الله ما فيش زيادة فيش ارتفاع ولا 20 جنيه ولا 20 جنيه زي ما الناس متوقعة وبيقولوا لهم اشتروا عشان يسيطروا على حركة السوق من خلال زيادة الطلب. خلي بالكو يعني الطلب اللي هو غير مبرر للدولار يضر باقتصاد الوطن ويضر كمان بقيمة الجنيه, وده اللي بيدعي الدولة إلى أن هي تخفض الجنيه مقابل سلة العملات. طيب برضو في أسئلة عن الشهادات الاستثمارية, احنا اخر حاجة وصل لها انه 18% في بنوك بنك الاهلي وبنك مصر, هل قد تلجأ البنوك الى شهادات بقيم اعلى ولا حضرتك ما بتتوقعيش؟ لا ما توقعت ان هي ترتفع باكتر من 18% لان طبعا هي قدرت تلم سيولة قوية جدا في الفترة اللي فاتت, لان كان في فرق جاب كبير ما بين سعر الفايدة المتداول في البنك وسعر الفايدة المتواجد في الشهادة لمدة عام. وبرضو عايز اقول لك ان في نهاية العام هيبقى مطالبة الدولة بتوفير هذه الفايدة العالية للمتعامل, وهيبقى قدامه لازم يدور على بديل
استثماري آخر. ولكن أنا أتوقع ممكن يتعمل شهادة ادخارية لفترة يعني ممكن 3 سنين بسعر فايدة أعلى شوية من الفايدة اللي أعلنه البنك، ولكن مع ربط لفترة زمنية وعدم التعامل عليها زي ما بقول لحضرتك. هي اهتمام الدولة في الفترة الحالية استقرار سوق الصرف واستقرار الجنيه المصري وعدم الدولارة، وده اللي بيدعي الدولة ان هي تصدر شهادات الادخار، ولكن هي السقف بتاعها هو 18% وما يصدر في أزمنة اكثر يعني امتدادا هيبقى باسعار فايدة اقل، ممكن توصل مثلا ل 13% 14%. اذا خليني اجمل وحضرتك صححي لي يعني لو اذا فهمت خطأ، انه هذا الاجراء من البنك المركزي هو أشبه بإجراء حمائي علشان تبقى الأوضاع كما هي عليه الآن وما يحصلش أي تأثر سلبي، لكن حضرتك شايفة كمان أنه على مستوى سعر الدولار، على مستوى أسعار السلع، على مستوى التضخم، إن شاء الله الأمور ستسير على الأقل كما هي حاليا، مش هيبقى فيه أي يعني مؤشرات سلبية في اتجاه سلبية. تفاءلوا بالخير تجدوه، تفاءلوا بالخير تجدوه، ربنا يحفظ مصر ويحمي شعبها ويعدي هذه الأزمات علينا وعلى كل شعوب العالم على خير إن شاء الله. دي كانت تغطيتنا العاجلة عن قرار البنك المركزي المصري لجنة السياسات برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، وعلى مدار اليوم تابعوا معنا تغطيات كتيرة تخص هذا الأمر وإجابة على كل أسئلتكم عن هذا القرار. شكرا لكم، كان معكم تامر إسماعيل.